تذهب إلى الشواهد سماحة الشيخ، أثرت أمامي فضول في هذا الجانب، وهو قضية استخدام الأسلوب العاطفي المتعمد من قبل الإمام الحسين تجاه المجتمع الإسلامي. هل تقصد هذا له علاقة بقضية التعاطي مع المجتمع الإسلامي كونه يعيش سبات عميق ويحتاج إلى هزة قوية في هالجانب؟ أحسنت، يعني يحتاج إلى شيء كهرباء. نعم، كهرباء عواطفة. شنو اللي راح كهرباء عواطفة؟ المشاهد العاطفية. ها، المشاهد العاطفية. شوف، اللي إلى الآن نحن مع أننا ها نمر على قضية كربلاء يوميا، لكن كلما مر علينا مشهد عاطفي ها أثر فينا، صح ولا لا؟ ولذلك هناك استمرارية في التعاطي مع هذا الجانب العاطفي كل سنة، ولذلك تبقى هذه الحياة النهضوية في قضية الإمام الحسين مستمرة ليومك هذا. أحسنتم، ولهذا أقول الإمام الحسين كان يتعمد إحداث مواقف عاطفية. وأجيب شاهد الآن، مو أن القضية العاطفية تولدت عن قضية كربلاء عفويا، لا، كان مخطط لها، يعني كان منهج، وتحدثنا عن هذا السياق. منهج، يعني نشر المظلومية منهج، وإثارة القضية العاطفية منهج، وأقول هو منهج الأنبياء. ها، ومن هنا تلتقي النهضة الحسينية مع المنهج النبوي في هذا الجانب، في هذا الجانب منهج الأنبياء، وهو منهج نبي الله يعقوب، وسنأتي عليه. زين، لكن لاحظ هنا، لاحظ ما الذي كان يصنع المولى الحسين. قبل أن تكمل حوارك سماحة الشيخ، أستأذن في فاصل ثم نواصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود إليكم. يا ابن النبي، ما للعلم من وطن إلا لديك، وما للحلم من وطر إن يقتلوك، فلا عن فقد معرفة. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى. سماحة الشيخ، قلت أن الإمام الحسين استخدم الأسلوب العاطفي المتعمد في إثارة مشاعر الاتجاه أو مشاعر المسلمين تجاه ما حدث له. سماحة الشيخ، أنت قلت ستستشهد بهذا الجانب في مثال، تفضل سماحة الشيخ. يعني أجيب مثال أو مثالين سريعين. نعم. لاحظ في قضية مقتل الأكبر، شوف المشهد كيف صار، اللي حتى بعض العلماء توقفوا عنده وذكروا بعض الإشارات، وربما أعقب على نقد بعض العلماء. لاحظ، قال تستري في الخصائص حسينية. ماذا قال؟ قال الحسين سلام الله عليه شارف على الهلاك أمام ابنه الأكبر 3 مرات، شارف على الموت. وقد سمعنا أنه قد وصل إلى حالة الموت، أيه؟ احتضار. يعني هو هذا. نعم. شارف، هو يقول نعم، شارف على الهلاك أمام ابنه 3 مرات. من هول المصيبة تقصد؟ أيه. زين، لاحظ السيد محمد صادق الصدر علق على هالمقطع في كتابه الثورة الحسينية بنقد ما، قال لعل هذا من تخيلات تستري. ها، يعني حاول أن يستظهر بعض الأمور، وإلا ما في شواهد تاريخية دقيقة على المطلب. أنا أقول أن إشكالية السيد الصدر رحمة الله عليه في غير محلها. ليش؟ لأن عندنا بعض الإشارات فعلا استفاد منها التستري، يعني نحن نستطيع أن نستنبط. وأهم الإشارة الثالثة، لكن لاحظ سأأتيك بالإشارات بشكل سريع، وأهم الإشارة الثالثة ها، وهي التي قال فيها التستري أن الإمام شارف على الهلاك. متى؟ المرة الأولى بعد أن قاتل الأكبر ورجع وأراد أن يعود مرة ثانية، تحلق النساء به. الرواية التاريخية تقول جاء المولى الحسين شاف النساء كلهم متعلقين بالأكبر وابنه، في الروايات كان يحبه حبا جما وما كان يرد له طلب. ها، لما رآه بهذه الكيفية جاء به، أخذ انتزعه من بين النساء
وضم إلى صدره. شوف الرواية شو تقول، شو مشهد عاطفي، ها ضمه إلى صدره ها، ووقع الاثنان على الأرض من شدة البكاء. مشهد عاطفي قوي هذا، يعني شقد الموقف العاطفي شوي أثر على المولى حتى وقع على الأرض. ها هذا واحد. اثنين، ما مشهد مهم نقلته سيدة سكينة. سيدة سكينة ماذا قالت؟ قالت، وشوف شقد الأثر اللي بين لنا، أن الأكبر كان يراقب ابنه، الحسين كان يراقب ابنه. نعم. عندما أصيب بالسيف كان هذا بمرأة ومسمع من الحسين. نعم. يعني العبد ضرب الأكبر على رأسه، على رأسه. نعم. في هالساعة والحسين يرى المشهد. نعم. شوف من الذي نقلت سيدة زينب، لا أقول هذه النقطة الثانية التي سيدة سكينة، سيدة سكينة عفوا. نعم. سيدة سكينة كانت موجودة. نعم. تقول في هذه الساعة لما وصلت صرخة الأكبر إلى مسامع أبي، يقول صرت أنظر إلى أبوي شو يسوي، يقول نظرت إلى وجه والدي فرأيت عينيه تدوران شبه المحتضر. مشهد عاطفي مؤثر. نعم. مؤثر، تقول شبه المحتضر، لا قلت تستري جاء بها المعلومة التاريخية هناك وهنا. والثالث الأهم، ثالث الأهم، ما الذي صنع الإمام؟ صعد على صهوة الجواد مسرع نحو ابنه. كل مرة الإمام سلام الله عليه كان ينزل الهوينة إلى المصرع ويروح إلى القتيل. نعم. ها إلى الشهيد. هالمرة رمى بنفسه، يعني ألقى بنفسه على ابنه كذا، رمى بنفسه على ابنه. لما رمى بنفسه على ابنه شبك عليه. في هالساعة شارف المولى الحسين على الهلاك. وأعتقد أن السيدة الحوراء لما رأت هذا المنظر خرجت ونادت وولداه حتى يخرج الإمام الحسين من هذا الأسلوب العاطفي القوي الذي أصابه. هذا أسلوب استخدم العباس، لأن العباس لما رآه بهذه الحالة أراد أن يرفع عن ابنه ما استطاع، فخاف عليه من الموت. نعم. فمضى لأخته، لا أقول هذا الشاهد الثاني، مضى. نعم. لأخته ماذا قال؟ قال أخي أدركي أخانا قبل أن يموت. نعم. شوف تصور المشهد هذا، والإمام كان عند جسد ابنه ينوح، ينوح نياح. هذا المشهد عاطفي اللي أفهم أن المولى الحسين ها الذي يقول عنه العباس، قال كلمة مهمة، قال أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال لرجح صبرك عليها. ومع ذلك هنا الإمام ما تمالك نفسه. ها هذا المشهد، هذا مشهد عاطفي. الإمام أعتقد قادر على الصبر، ولكنه تعمد أن يحدث مشهدا عاطفيا حتى هؤلاء بوعي أو غير وعي راح ينقلوا هذا المشهد، راح ينقلون إلى الناس. عندما نقلوا هذا المشهد إلى الناس هذا أثر فيهم عاطفيا. إذن هذا مثال واضح، ولكن سماحة الشيخ يثير لدي كثير من هذه الأمور، وخاصة ما يتعلق بالأسلوب العاطفي المتعمد عند الإمام الحسين الذي تحدثت عن قضية. ألا تعتقد أن إحداث حركة أو طفرة جينية على حد التعبير تجاه المجتمع بإحداث أسلوب عاطفي متعمد من قبل الإمام الحسين، ألا تعتقد أن الناس ستبقى أو ستعود إلى سباتهم مرة أخرى؟ لاحظ القضية العاطفية، قضية العاطفية تختلف عن القضية العقلية من هالجهة. القضية العقلية يمكن في لحظة تأثر على الإنسان يقتنع، ولكنه إذا غفل عنها ربما ينساها. أما القضية العاطفية تؤثر في الوجدان، إذا اقتنع بها تؤثر في وجدانه، كلما مر عليها أعادت إليه اليقظة من جديد. وهذا هو الذي يثبته الوجدان، أن قضية الحسين مع مرور الأيام، الآن سنة ومئة وتقريبا 65-67 سنة تقريبا هالشكل أو أكثر قليل، وما زالت القضية الحسينية تتفاعل في الوجدان الإنساني إلى الآن. ها يعني قضية المولى الحسين الجانب العاطفي حرك ها ضمائر المسلمين. وكأنك تقول سماحة الشيخ في هالجانب أن الإمام زين العابدين عليه السلام بعد مقتل واستشهاد أبيه